عليه الباب يا كلب، افتحوا يا حقير، افتحوا يا كلب. ولك هات التليفون برد لي الروح يا حيوان. بدها تكون مصيبه انسان، انت السبب مصيبه انسان يا كلب. ما بعدك روح وشك على الحيط وارفع ايدك لفوق، واي حركه روحك تروح فيها. ما له الاولى، لا تاكل هم شاد، لا تاكل هم. ذبحني ذبحني. ليك لفوق وشك على الحيط، لا تحرك بنوب. خلينا ندع التليفون الله يخليك. عم بقول لك وشك على الحيط وايديك لفوق، اي مقاومه بتكلفك حياتك كلياتها. يلعن ابوك الكلب. ولك خلوني رد على التليفون. لك ولا كلمه ولا حركه. على كل لك الدوري يا جاي، رح ورجيك شو بتمد ايدك على شرطي باللباس الرسمي. معلش جار، انا لاول مره بدي انتقد الحكومه، واللي بده يكتب يكتب. انا ما عاد فارقه معي بنوب، كلمه الحق بدي اقولها لو على قطع راسي. قول جار، لا تخاف قول. واحد مثل هالداسوس لازم الحكومه تعدمه، ما بصير يعيش بين الناس والعالم. الداسوس لازم يحاكموه. عم جاسوس بيناتنا. شو جاسوس؟ انا اجرته على اساس من عالم وناس، عم طلع داسوس. معلش جارنا، يعني هيك الحكومه عم تورطنا؟ يلعن اللي خبرك، اكثر مايتي اشرف منك انت وياه. لك سكرت امك، عم لك فمان ولا لا ولا. ولك انت صار مايتك لو ولا تم يحكي كانت قالت لك شلحني، لانه السر مايه في شرف اكثر منك يا كلب. لك تفوق. شوف لي دوري اجد ولا لا. حدا عم بيرد. ابي جوز برات البيت، اتركي لي انت الرقم وانا بتصل فيه. اتركي. والله حرام عليك، ما لك كم يوم طالع، تمتع شوي بحريتك وبعدين ضروب وقتول. يخرب بيتكم، ما بيلبق لكم الهوا نضيف بنوب. الو، احترامي سيدي، في عنا واحد هون ما معه اي وثيقه تدل على شخصيته غير اخلاء سبيله موقعه من الفرع 314. حاضر سيدي. نعم نعم نعم، امرك سيدي امرك. يا محمود، خذوا على النظاره بين ما يجوا جماعته من الفرع 314 ياخذوه.